طيب صالح الآن ليس رمزا من رموز الأدب العربي، الآن هو مشروع بفضل هذه الجائزة التي أحدثتموها. إنه أنا أعتبر أن جائزة نوبل كان هذا الرجل أحق بها من الكثيرين، لكن ما يهمش، المهم هو أن تصبح جائزة طيب صالح اليوم هي النوبل العربية، لتدفع بأدبنا العربي إلى الأعالي، لكي تطور هذه اللغة العظيمة التي شرفنا بها